أهلا بكم، هذه نشرة مفصلة نقدمها لكم من قناة سما الفضائية، والبداية دائما بالعناوين. كارثة القارب اللبناني الغارق قبالة طرطوس مستمرة، الجهات الرسمية وأهالي جزيرة أرواد مستنفرون والعثور على 4 جثث جديدة. وزارة الصحة السورية تعلن أن عدد الإصابات المثبتة بالكوليرا 338 إصابة. القدس في خطر، قوات العدو اقتحمت باحات المسجد الأقصى واعتدت على المصلين الفلسطينيين بإطلاق قنابل الغاز السام. أهلا بكم من جديد. يلقي وزير الخارجية والمغتربين اليوم الاثنين كلمة سوريا أمام الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويختتم المقداد اليوم سلسلة لقاءاته الرسمية بلقاء مع رئيس الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة المجري تشابا كوروشي. وأجرى المقداد في الأيام السابقة سلسلة واسعة من اللقاءات شملت عددا من نظرائه العرب ووزراء خارجية من دول في آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، كما التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كوتيرش، حيث بحث معه عددا من القضايا المطروحة على جدول أعمال المنظمة الدولية والتحديات التي تواجهها، كما تناولا جوانب التعاون بين سوريا والأمم المتحدة. لا تزال الجهات الرسمية في محافظة طرطوس إضافة لأهالي جزيرة أرواد وفعالياتها مستنفرة من أجل ضحايا حادثة غرق الزورق اللبناني ومتابعة علاج من تبقى من الناجين. وتم العثور في الساعات الماضية على 4 جثث قام الهلال الأحمر والإسعاف بإيصالها إلى مشفى الباسل بطرطوس، وبذلك ارتفع عدد ضحايا غرق الزورق إلى 99 بين رجل وامرأة وطفل، عدد الأطفال منهم يزيد على 20، أما الناجون فقد استقر عددهم عند 20، ولا أمل بإنقاذ أي جديد بعد أن مضى على غرق المركب 5 أيام. أعلنت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات المثبتة بالكوليرا عبر الاختبار السريع بلغ 338 إصابة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 29. وفي تصريح لوكالة سانا أوضح مدير الأمراض السارية والمزمنة في الوزارة الدكتور زهير السهوي أن الإصابات تتوزع في محافظة حلب 230 إصابة، ودير الزور 55، والحسكة 25، واللاذقية 19، وحمص 5، و دمشق 4 إصابات، لافتا إلى أن الوفيات تتوزع في حلب 25، ودير الزور وفيتان، والحسكة وفيتان. وشدد الدكتور السهوي على أهمية طلب المشورة الطبية المبكرة في حال الاشتباه بالإصابة، لأن معظم الوفيات تكون ناتجة عن التأخر في طلب الرعاية الطبية أو للأشخاص الذين يعانون الأمراض المزمنة. هذا وتشهد مدينة الحسكة حالات إسهال يومية مع ترجيح الأسباب بأنها نتيجة لشرب مياه غير آمنة صحيا أو تناول خضروات ورقية غير نظيفة، بالإضافة إلى عوامل الجو. كل ذلك يأتي كنتيجة طبيعية لاستمرار انقطاع المياه عن المدينة منذ شهرين بسبب الاحتلال التركي وانتهاكات ميليشيات قسد وعدم وجود أي مصادر بديلة تسد حاجة الأهالي. حالات إسهال بالعشرات تراجع يوميا المركز الطبي المحدث بالحسكة، في غالبها ناتجة عن شرب مياه غير آمنة. الحالات المراجعة للمركز بذات الأعراض اقتربت من 2000 حالة منذ بداية الشهر الحالي، وذلك نتيجة فقدان المياه الآمنة واضطرار السكان لشرب مياه الآبار والصهاريج، في انعكاس لجريمة الاحتلال التركي بقطع المياه عن الحسكة وريفها منذ شهرين كاملين. راجع قسم الإسعاف في المركز 2236 مصاب بالتهاب معدة ومعاء، يعني إسهالات أكثرها. تم قبول 201 طفل في قسم الأطفال و641 في قسم الداخلية للكبار. خلال هذا الرقم متابعته نلاحظ أنه في زيادة في عدد حالات التهاب المعدة ومعاء. طبعا هذا يرجع لعدة أمور، منها
انه الحسكه منذ اكثر من شهرين بدون مصدر موثوق للمياه، وبالتالي لجوء بعض الاهالي للمصادر الغير موثوقه احد الاسباب. تناول الاطعمه المكشوفه في الاسواق سبب اخر. لذلك وتغيرات الطقس في هذه الحاله، ولكن السبب الاساسي المتهم دائما هو اللجوء الى المصادر غير موثوقه للمياه. يوميا يعني يجينا 30 40 مريض حالات اسهال وحراره، وطبعا اكيد من المي اللي قاعد الاكثريه قاعد يقولون من المي يعني الملوثه اللي قاعد يشربونها، ونقدم لهم العلاج. بناس تاخذ علاجها وتروح البيت، وفي ناس لا تضطر انها تبات يعني بالمشفى. ويجمع المرافقين لكل الحالات ان شرب المياه غير الصحيه هو السبب الرئيسي لظهور الاسهالات والامراض، مع تسجيل حالات كوليرا في المحافظه. سبب قطع الاحتلال التركي المياه عن مدينه الحسكه، وقمنا نشرب مي من الصهاريج، وصارت معي الحاله هاي اسهال واستفراغ. البارحه المسا جبنا علقناه للسيروب حتى فقد الدلوع. من البارح لليوم السيروب شوي تهون. السبب؟ نار المي المتلوثه. معاها جفاف واسهال ومراجعه. ما نعرف من الماي ما نعرف. هذا جبناها على الدكتور يعني تعبان الحين. اول شيء والله اسهال قاموا يراجعون يستفرغون، خذيناهم على الدكتور ودكتور حالنا على المشفى. المي مو نظيف، اكثر الاسهالات من هالمي. بدها تمرض العين صح ولا لا اخوي؟ احنا نطلب منكم ان تجيبوا لنا صهاريج نظيفه ومي نظيف. لم يكن انتشار الامراض في الحسكه وريفها امرا مستغربا امام استمرار جريمه الاحتلال التركي بقطع المياه عن مليون مدني في الحسكه وريفها، وسط جهود حكوميه لتقديم الخدمات الطبيه واتخاذ اجراءات للحد من هذه الحالات ونشر نقاط لتعقيم المياه، بما يسهم بالتخفيف من الحالات والقضاء عليها تدريجيا. أيهم مرعي لقناة سما، مدينة الحسكة. من جانب ثان، افتتحت مديرية الصحة في الرقة مركزا إسعافيا في قرية الشريدة مجهزا بكل المستلزمات الطبية من أسرة وأدوية، بالإضافة لعيادة متنقلة وسيارة إسعاف للتصدي لوباء الكوليرا وتخفيف المعاناة عن الأهالي. بعد انتشار عدد كبير من حالات الإقياء والإسهال في ريف الرقة، وفي ظل تزايد عدد حالات الإصابة بمرض الكوليرا، افتتحت مديرية صحة الرقة مركز طوارئ إسعافي مؤقت في قرية الشريدة بريف المحافظة، وذلك لتركز العدد الأكبر من الحالات المرضية في هذه القرية، وكونها تتوسط تجمعا سكانيا كبيرا. مرض شديد ما حدا يعرف حتى الان شو هو سبب المرض، وما عندنا لا مشفى لا عندنا مركز صحي، فنجبرم على انهم يجيبون عياده متنقله مشان الحالات الاسعافيه. فنشكر جهودهم حاليا، ونتمنى انه ينفتح مركز دائم لقريه الشريده، لانه احنا نفتقر لهالموضوع هذا. صار عندنا حالات سالك كثيره، وهالوباء ما نعرف شنو هو، فاستجابت لنا الصحة وفتحوا مركزين بالشريدة مشان يخففون العبء على العالم انه تروح مشوار بعيد. واليوم من الشريدة انتشر المرض بالجبلي وانتشر بالشريدة الغربية، ونتمنى من الصحة انه يعرفون شنو هو المرض وشنو السبب. ابن مسهل من البارح ويراجع وسهل حيل يعني زايد، وما عارف شنو السبب يعني لا برد لا شيء. المركز المؤقت تم تجهيزه بكافة المستلزمات الطبية من حيث الأسرة والأدوية اللازمة، وذلك بحسب الإمكانيات المتاحة، كما تم تزويده بعيادة متنقلة وسيارة إسعاف بهدف إنجاز العملية الإسعافية للمرضى بالسرعة الممكنة، مع التخفيف من حجم المعاناة لهم من الناحيتين الصحية والمادية. فجأة صار الحالة هاي فجأة ما حد يعلم، ونجي مشان الإسعافات، والله الحمد لله يعني نقول إن شاء الله على هالسيروبات هني الحمد لله إن شاء الله. صارت معي البارح حالة إسهال ومراجعة فجأة وما أعرف شنو السبب، وراجعنا الصحة هين وأغلب العالم صارت معها الحالة هاي. صار له ابني من البارح مسهل ما أعرف شنو السبب، شنو هالسبب اللي قاعد يخليه هالعالم هيك ما أعرف. في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المراجعين إلى المركز 300 شخص خلال يومين، والتزايد المستمر للأعداد المصابة بحالات الإقياء والإسهال، لم يتم تسجيل أي حالة منها بالكوليرا، حيث يأمل الأهالي بتقديم المزيد من الخدمات الصحية للمنطقة لتجاوز هذه الحالة الصحية المنتشرة، وخصوصا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من عقوبات اقتصادية
تؤثر بشكل كبير على الواقع الصحي بشكل خاص. واصل الجيش العربي السوري رده على خروقات تنظيم جبهة النصرة الإرهابي وحلفائه لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد شمال غربي البلاد، وقضى على عدد من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في البادية. استشهد عدد من عناصره حسب صحيفة الوطن المحلية في اعتداء شنه الأخير على حافلة عسكرية على طريق الرقة سلمية بمنطقة إثريا في ريف حماة. وأكد مصدر ميداني غير رسمي أن وحدات الجيش العاملة في قطاعي ريف حماة وإدلب استهدفت بمدفعيتها الثقيلة مواقع لما تسمى غرفة عمليات الفتح المبين التي يقودها النصرة في محور العميقة بسهل الغاب الشمالي الغربي، كما وجهت رمايات صاروخية لمواقع تمركز الإرهابيين في البارة والفطيرة وفليفل وسفوهن بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي. وأوضح المصدر أن ضربات الجيش جاءت ردا على اعتداءات إرهابيين من الفتح المبين على نقاط عسكرية في سهل الغاب الشمالي الغربي بقذائف صاروخية، لافتا إلى أن تنظيم النصرة وحلفائه يخرقون بشكل شبه يومي اتفاق وقف إطلاق النار بمنطقة خفض التصعيد باعتداءاتهم على نقاط للجيش بمحاور سهل الغاب وريف إدلب. عقد مجلس الشعب جلسته الأولى من الدورة العادية السابعة للدورة التشريعي الثالث برئاسة حمودة صباغ رئيس المجلس، ووفقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس المتعلقة بانتخابات مكتب المجلس السنوية. وبنتيجة هذه الانتخابات فاز حمودة صباغ بمنصب رئيس مجلس الشعب. المجلس الذي عقد اليوم جلسته الثانية بحضور المهندس حسين عرنوس وعدد من الوزراء أحال مشاريع القوانين المتضمنة تحديد مراجع التصديق في عقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 والتوقيع الرقمي وخدمات تقنية المعلومات ليحل محل قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة رقم 4 لعام 2009 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيها دستوريا وإعداد التقارير اللازمة حولها. بالتزامن مع الهجوم على الفلسطينيين في المسجد الأقصى، جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على المزارعين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر. وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال المتمركزة على الأطراف الجنوبية للقطاع فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه المزارعين في بلدة الفخار شرق خان يونس، ما أجبرهم على مغادرة أراضيهم. رفع الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب في صفوف شرطته إلى أعلى مستوى بموازاة التعزيزات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة. وأعلنت تل أبيب عن نشر الآلاف من عناصر شرطة الاحتلال داخل مدينة القدس المحتلة وفي البلدات والمدن المختلفة عشية عيد رأس السنة اليهودي. وخلال الأيام الماضية دعت جماعات يمينية صهيونية إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى، وقد اقتحم جنود العدو الصهيوني بأعداد كبيرة المسجد الأقصى المبارك. وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتدت على المصلين الفلسطينيين بإطلاق قنابل الغاز السام لإخراجهم من باحات المسجد الأقصى تمهيدا لاقتحامات المستوطنين الإسرائيليين. هو الأقصى عن هيكلهم المزعوم، ما أن تنادي قبته أن هبوا إلى قبلتكم الأولى لتنتفض جموع من كل شبر فلسطيني مرابطين في ساحاته محتشدين على أبوابه. لا رصاص يوقفهم ولا اعتقال يبعدهم، فالأقصى لهم وإن نفخت أبواق العالم أجمع بغير ذلك. أشهر من التصعيد بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال أعادت القضية الفلسطينية لتتصدر المشهد، والتي شهدت عمليات دقيقة لمقاومة منظمة وأخرى فردية ضاعفت مخاوف الكيان، جميعها أحداث كانت كفيلة بقلب الساحة السياسية للكيان رأساً على عقب. تزامناً مع الأعياد اليهودية وفي محاولة لطمأنة المستوطنين قبيل موعد الانتخابات الإسرائيلية، حكومة لابيد تنقل الأحداث هذه المرة إلى المسجد الأقصى لتحوله إلى ساحة تنقذ فيها فشلها السياسي عقب دعوات إسرائيلية وبرامج لتنظيم اقتحامات جماعية للأقصى.
مئات المستوطنين يقتحمون ساحات المسجد من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي على شكل مجموعات تضم كل واحدة منها 50 مستوطناً أدوا طقوساً تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في ساحات المسجد. طوفان الاقتحام ومحاولة التدنيس كان بانتظارها حشود من المرابطين والذين صدحوا بالتكبيرات، فيما تحصن بعضهم داخل المصلى القبلي وألقوا المفرقعات لإرباك المستوطنين وشرطة الاحتلال التي واجهتهم بالرصاص والاعتقالات، حيث اعتدت عدة مرات على المرابطين والمرابطات واعتقلت عددا منهم لتزيد من حدة الاستفزاز بعد أن اعتلت عناصرها مصليات المسجد وخاصة المطلة منها على المصلى القبلي والذي بداخله الشبان المرابطون لتصادر المفاتيح الخاصة بها وتكسر الأقفال. هذا وكانت اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وفي بلدة الطور شرقي مدينة القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت في حي عين اللوزة في البلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، واندلعت مواجهات في بلدة الطور أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت بشكل عشوائي، ما أدى لاندلاع حريق في المكان. كما اندلعت مواجهة بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة جبل المكبر جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة محلات تجارية في البلدة. يأتي ذلك بموازاة فرض إغلاق محكم بدأ في الساعة 4 عصرا أو عصر الأحد على الضفة الغربية المحتلة والمعابر البرية لقطاع غزة، في ظل استمرار الإنذارات الاستخباراتية في الأراضي المحتلة عام 48 من احتمالات تنفيذ عمليات ضد أهداف صهيونية في مناطق 48 أو في الضفة المحتلة. أفاد مصدر أمني بمحافظة ديالى شرقي العراق باستشهاد أحد أفراد الجيش العراقي واثنين من مسلحي تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية داعش في اشتباكات شمال شرقي المحافظة. وقال المصدر إن قوة من الجيش العراقي اشتبكت مع مجموعة من مسلحي تنظيم داعش بالقرب من بحيرة حمرين شمال شرقي مدينة بعقوبة مركز المحافظة، مبينا أن الطيران الحربي العراقي بدأ بقصف مخابئ المسلحين. وكان أعلن رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي في 9 من كانون الأول ديسمبر العام 2017 طرد عناصر تنظيم داعش وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد. تتواصل الاشتباكات في مدينة الزاوية الواقعة إلى الغرب من العاصمة الليبية طرابلس منذ عصر الأحد، فيما أفيد بأن الحصيلة المعلنة عن مقتل طفل وتسجيل 8 إصابات قابلة للزيادة. الاشتباكات متواصلة في مدينة الزاوية بالأسلحة المتوسطة والثقيلة. وتقول معلومات متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي إن الاشتباكات تدور بين مجموعتين مسلحتين، إحداهما يقودها آمر وحدة التحري الجسر التابعة لمديرية آمن الزاوية محمد السيفاو، والثانية بقيادة آمر ما يسمى كتيبة السلعة المدعو عثمان اللهب. أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين انطلاق عملية عسكرية مشتركة بين قوات بلاده والجيش الروسي باتجاه مدينة أرتيموفيسك الاستراتيجية شمال دونيتسك لتحسين دفاعات مدينتي كراسني ليمان وفوليدار المحاذيتين. ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن بوشلين قوله إن الوضع لا يزال مستقرا نظرا لوجود قواتنا على طول خط التماس، وفي اتجاه مارينسكي تم تسجيل محاولة أخرى للاختراق من قبل العدو في اتجاهنا ولكن تم إيقافها، مشيرا إلى أن الوضع على محور أولغدار تحت السيطرة تماما حيث تم إيقاف كل محاولات قوات النظام الأوكراني في التقدم.
أكدت وزارة الداخلية الروسية مقتل 13 شخصا من بينهم أطفال وإصابة 20 آخرين في حادث إطلاق نار وقع بمدرسة في مدينة إيجيفسك الروسية، وقد انتحر الرجل الذي أطلق النار على المدرسة. وكان حادث إطلاق نار في المدرسة رقم 88 بمدينة إيجيفسك الروسية قد وقع صباح الاثنين، حيث وردت مكالمات إلى وزارة الداخلية في تمام الساعة 10 صباحا بتوقيت موسكو، بينما أفاد شهود عيان بسماع أصوات إطلاق النار من مدرسة بشارع بوشكينا نيسكا وهروب الناس من المبنى. عرضت وزارة الدفاع الروسية ضربات طائرات هليكوبتر من طراز الروسية على معدات أوكرانية باستخدام أحدث الصواريخ الموجهة الخفيفة متعددة الأغراض. التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره البيلاروسي لبحث مستجدات العملية العسكرية في أوكرانيا. وبالتوازي مع هذا اللقاء، زعمت المخابرات البريطانية أن موسكو تستخدم أراضي بيلاروس في محاولتها لمهاجمة كييف، وأن روسيا أطلقت 20 صاروخا على أوكرانيا من أراضي بيلاروسيا يوم 28 من تموز يوليو الماضي. من جانبها، حذرت السلطات الأوكرانية موسكو مما سمته إقحام بيلاروسيا في الحرب عليها، وذلك عقب استخدام أراضيها في إطلاق الصواريخ على مدن أوكرانيا. وسبق أن أعلن وزير الدفاع البريطاني أن بيلاروسيا لم تشارك فيما سماه الحرب الروسية على أوكرانيا. أعلنت اللجان الانتخابية أن نسبة التصويت في استفتاء الانضمام إلى روسيا تجاوزت 77% في دونيتسك و76% في لوغانسك و51% في زابوروجي و49% في خرسون في اليوم الثالث للاستفتاء. وأعلن فلاديمير فيسوتسكي رئيس اللجنة المركزية للانتخابات في جمهورية دونيتسك الشعبية أن نسبة المقترعين خلال الأيام الثلاثة الماضية من التصويت بلغت 77.12%، حيث بلغ عدد المصوتين 1,202,855 شخصا. من جانبه، قال رئيس الجمهورية دينيس بوشلين إن المراقبين الأجانب لم يسجلوا أي انتهاكات في اليوم الثالث من الاستفتاء، وأن نتائج التصويت الأولية كانت أفضل من المتوقع. ويجري من 23 حتى 27 من أيلول سبتمبر الجاري الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوكانسك شرق أوكرانيا ومقاطعة زابوروجي وخيرسون جنوبها. دعا رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سولوتسكي مسؤولي واشنطن للاطلاع على العقيدة النووية الروسية قبل إصدار التحذيرات لروسيا. وقال سولوتسكي: ليست هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها الولايات المتحدة عن إمكانية استخدام روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا. يجب أن يدرس المختصون أو المتخصصون الأمريكيون العقيدة النووية الروسية بشكل أفضل قبل توجيه التحذيرات عبر وسائل الإعلام. الولايات المتحدة هي السبب الجذري للصراع اليوم، ولو توقفوا عن ضخ الأسلحة لنظام كييف ستنتهي المواجهة في أقرب وقت. وعلى خلفية الحرب في أوكرانيا، كشفت صحيفة بلومبرغ أن رفع البنوك المركزية الغربية لأسعار الفائدة في محاولة منها لكبح التضخم تسبب في جعل أسواق السندات على أعتاب أسوأ أداء لها منذ 73 عاما. وقبيل الشتاء الذي يخشى حلوله الأوروبيون في ظل أزمة قاسية للطاقة، خرجت تظاهرات في ألمانيا ومولدوفيا تعبيرا عن الرفض الشعبي لتعامل الحكومات مع أزمة الطاقة. في الوقت الذي تتزايد فيه الإشارات بأن الاقتصاد الألماني ينزلق في فخ الركود، وسط توقعات بأن تتفاقم الأمور إلى الأسوأ خلال أشهر الشتاء، وذلك نتيجة أزمة الطاقة والغاز الطبيعي المستمرة، توصل المستشار الألماني أولاف شولتز خلال زيارة لأبوظبي إلى اتفاق مع الإمارات يقضي بتزويد البلد الخليجي الدولة الأوروبية الساعية لتنويع مصادرها من الطاقة بالغاز المسال والديزل في 2022 و2023.
فبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون يسابق شولتز الزمن لإيجاد موردين جدد للتعويض عن شحنات الغاز الروسي التي ستنفد قريباً، فيما تستعد أوروبا لمواجهة شتاء صعب وسط نقص الإمدادات. لمسنا تقدماً في المحادثات الرامية لشراء الغاز الطبيعي المسال والديزل من الإمارات. نحن بحاجة للتأكد من أن إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم قد تقدم إلى النقطة التي يمكن فيها تلبية الطلب الكبير القائم دون الحاجة إلى اللجوء إلى الطاقة الإنتاجية الموجودة في روسيا. وتعيد العقوبات الغربية على روسيا توجيه كيفية تدفق الطاقة حول العالم، حيث إن ذهاب الإنتاج الروسي إلى الشرق يرجح أن يصبح الخليج مورداً أكبر للغرب بحسب مجلة إيكونوميست. سبق تلك الجولات محاولات ألمانية لتأمين إمدادات الطاقة في خضم تخفيض روسيا إمداداتها، وذلك عبر تأميم شركة يونيبر العملاقة للغاز. وستشهد الصفقة استحواذ الحكومة الألمانية على حصة تبلغ 98.5% في الشركة بتكلفة تتجاوز 8 مليارات يورو. وجب على الحكومة الألمانية ألا تترك الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه خطر الركود بمفردها. لن نسمح بحصول هذا الأمر. إن اقتصاد البلاد سيخسر في العام الحالي ما يقارب 60 مليار يورو بسبب شراء الطاقة من مصادر أخرى غير المصادر التي كان معتادا على الشراء منها، ولا سيما بسبب التخلي عن شراء الطاقة الروسية. إن هذا سيعادل 2% من إجمالي الناتج المحلي الألماني. وعلى الرغم من توقيع ألمانيا اتفاقية مع الإمارات، يرى محللون صعوبة تعويض الغاز الروسي بالنسبة لأوروبا إجمالاً على اعتبار أن روسيا قريبة ويمكن أن تزود القارة عبر الأنابيب، فضلاً عن توفر الكمية بكثرة والسعر الرخيص للغاز الروسي مقارنة بالقطري والإماراتي والجزائري. هذا وينقل خط أنابيب نورد ستريم 1 55 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز من روسيا إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق، لكن روسيا أوقفت تدفقات الغاز في تموز يوليو بسبب عملية صيانة كما ذكرت شركة غازبروم، وحتى إشعار آخر. سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 2611 إصابة جديدة وسبع حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات 24 الماضية وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورد ميتريز الأمريكي. وحسب الموقع فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا وصل لغاية الآن إلى نحو 10 ملايين إصابة، وإجمالي حالات الوفاة إلى 1 مليون حالة. هذا ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً بفيروس كورونا من حيث عدد الإصابات والوفاة، تليها الهند وفرنسا. أعلن البيت الأبيض حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا مع اقتراب العاصفة الاستوائية أيان من الولاية، وبدوره أعلن حاكم الولاية رون ديستانيتس حالة الطوارئ ودعا سكانها للاستعداد للعاصفة، وقال إن هذه العاصفة لديها القدرة لتصبح إعصارا كبيرا. حالة طوارئ وحشد للحرس الوطني أعلنهما البيت الأبيض في ولاية فلوريدا. مع اقتراب العاصفة الاستوائية إيان فوق منطقة البحر الكاريبي القادمة باتجاه الولاية، عاصفة هي الأشد لديها القدرة لتصبح إعصارا كبيرا، حيث سرعة الرياح وصلت ل 75 كيلومترا في الساعة بحسب ما تم رصدها، ويتوقع أن تؤثر على 20 مقاطعة. في وقت يرجح المركز الوطني للأعاصير أن يتعزز أيان خلال الأيام القادمة ليصل إلى الولاية منتصف هذا الأسبوع، ويدعو السكان إلى جمع الإمدادات والتحضر لانقطاعات محتملة بالتيار الكهربائي. نحن نواصل مراقبة العاصفة الاستوائية أيان التي ستصبح إعصارا قريبا جدا، وبالتأكيد خلال 24 ساعة القادمة، ومن المحتمل أن يكون إعصارا كبيرا قريبا جدا. إنه حالياً على بعد حوالي 660 ميلاً جنوب كي ويست. إنه أيضاً جنوب كوبا. من المهم أن نوضح للناس أن مسار هذا لا يزال غير مؤكد. ستكون التأثيرات واسعة في جميع أنحاء ولاية فلوريدا. بعد أن أجل رحلته إلى جنوب فلوريدا، الرئيس الأمريكي جو بايدن حث وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لتنسيق جهود الإغاثة في حالات الكوارث، للتخفيف من المعاناة وتقديم ما يلزم لحماية الأرواح والممتلكات.
وفقا لما أوردته صحيفة نيويورك بوست. لم يتضح بعد أين سيضرب إيان بشدة في الولاية، لكن المركز الوطني للأعاصير حث السكان على مراقبة الوضع المساري للإعصار القادم، خاصة بعد تسبب الكميات الكبيرة من الأمطار بحدوث فيضانات مفاجئة وغير متوقعة. من جانب ثاني، لقي 5 مسعفين مصرعهم نتيجة الإعصار نورو الذي ضرب الفلبين أمس وترافق بأمطار غزيرة وفيضانات. ونقلت وكالة فرانس بريس عن قائد شرطة منطقة سان ميغيل القريبة من العاصمة مانيلا قوله إن المسعفين كانوا قد نشروا في منطقة غمرتها الفيضانات، ويرجح أنهم قضوا غرقا في فيضان نهر. وضرب الإعصار نورو جزيرة لوزون ذات الكثافة السكانية العالية وترافق مع رياح عاتية بلغت سرعتها 195 كيلومترا وأمطارا شديدة الغزارة. وأجلت السلطات نحو 75 ألف شخص قبل الإعصار بعد أن حذرت مصلحة الأرصاد الجوية من مخاطر حصول فيضانات كبيرة في مناطق البلاد المعرضة لظواهر كهذه. لم يتبقى في نشرتنا إلا تذكير بالعناوين. كارثة القارب اللبناني الغارق قبالة طرطوس مستمرة، الجهات الرسمية وأهالي جزيرة أرواد مستنفرون والعثور على 4 جثث جديدة. وزارة الصحة السورية تعلن أن عدد الإصابات المثبتة بالكوليرا 338 إصابة. القدس في خطر، قوات العدو اقتحمت باحات المسجد الأقصى واعتدت على المصلين الفلسطينيين بإطلاق قنابل الغاز السام. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء.